Welcome primary 4 students today we will start the fourth lesson in unit one آخر درس في unit one اسمه chemical and physical change طيب يعني ايه يا ميس؟ الدرس بيتكلم عن two changes بتحصل للماتر اول change اسمه chemical change وتاني change اسمه physical change بس هو ده الدرس يعني ايه physical change ويعني ايه chemical change؟ اديني examples على ال physical change واديني examples على ال chemical change that's it طب خلينا نبدا يعني ايه physical change physical change of matter is the change in the appearance يعني ايه appearance يعني shape of matter without any change in the structure without any change in the properties for example we have مثلا a friend her name is عالية in the morning عالية is wearing the school uniform to go to school عالية بتلبس اليونيفورم بتاع المدرسة وتروح المدرسة بالليل كان عندها بارتي لبست الدرس وعملت شعرها وخرجت شكلها مختلف تماما مش هي عالية بتاعت الصبح ما ينفعش تقولي مش هي عالية عشان هي عالية هي بس شكلها اختلف من لبس المدرسة للبس البارتي اللي كان عندها فالشيب change in the shape لكن في الاخر هي عالية مش حد تاني نفس الكلام هيحصل للماتر واتيفر الماتر دي انت هتتكلم عن ايه عن بيبر عن ساي مثلا شوجر الماتر دي هغير شكلها بس هي في الاخر نفس الحاجة طب يعني زي ايه قالي لي melting of ice انا عندي الووتر ليها three states بتبقى ووتر لما تبقى ليكويد وبتبقى ايس لما تبقى سوليد وبتبقى ووتر فيبر لما تبقى جاز by changing ice into liquid اه ده احنا خدناها ice into water خدناها خدناها في تاني درس كان اسمها ايه يا ميس melting melting is a physical change لان في الاخر هي water اتغير الشيب بتاعها كانت solid بقت liquid طب سخنها شويه كمان هتبقى جاز هعمل عمليه ايفابوريشن بس في الاخر برضو هي ووتر اقدر ارجعها ووتر تاني اه سهل جدا ان انا ارجعها ووتر تاني يبقى ده physical change عشان هي ما اختلفتش change in the shape or appearance of matter without change in the structure من هنا كل ال ال states أو ال changes of states of matter melting وال evaporation وال condensation وال freezing كل دول physical change change in the shape without change in the structure طيب ايه تاني example grinding of sugar أنا عندي sugar cubes عملت له grinding بقى sugar granules أو powder هو في الآخر برضو sugar الشيب بتاعه بس اللي اختلف لكن it's structure doesn't change malleability of element لو جبت piece of مثلا gold وعملت له ايه قعدت عملت له hammering فتفرد بالمنظر ده زي ما حضرتك شايفه بس هو gold برضو the shape change while the structure doesn't change dissolving of table salt in or sugar in water جبت جبت كاب اوف ووتر وحطيت فيها شجر طب ما هو شكله اختلف اه بس طعم الووتر ايه شوجري تيست كان وي ريتيرن ات شجر اه هاخد الوتر دي اعمل لها عمليه ايفابوريشن على الفليم الووتر هتطلع على شكل ووتر فيبر وهيتبقى لي الشجر تحت رجعته تاني اهو يبقى ده physical change cutting paper into small pieces هي في الاخر اللي مقطوع ده ايه paper. Only. give reason. dissolving table salt in water is a physical change because it is change in the shape without change in the structure. give reason. melting of ice is a physical change because it is a change in shape without change and it's not a change in the structure. so physical change is change in the shape of matter without change in the structure. Okay. Then we have chemical change. Chemical change is a change in the appearance. طب ما احنا لسه قايلين كده على physical change. استنى يا حبيبي هنكمل. And the structure. اه oh. دي بقى النقطة. مش بس شكلها هيختلف. لا كمان ال structure بتاعها هيختلف. يبقى ال chemical change is change in the shape and the structure of matter. producing a new substance with different properties ده هيجي حاجة تانية خالص غير اللي كانت معاك هتختلف تماما طب اديني اكزامبل اخدت الشجر وهو كيوبس عملت له جرايندنج يا ميس ده فيزيكال تشينج ليه؟ طعمه زي ما هو وشكله بس اللي اختلف ولونه كمان ده لونه وايت وده لونه وايت ده شجري taste ودا شوري تيست طب هاتوا بقى اعمل له بيرنينج يا نهار ابيض بقى بلاك طب دوقه كده هتقدر تدوقوا لا صعب قوي طعمه وحش جدا طب ليه بقى عشان بيرنينج از a كيميكال تشينج. اللي اتكون ده مش شوجر خلاص ده بقى حاجه محروقه يعني ايه يعني في نيو سبستنس نيو سبستنس وكمان different properties صفات جديدة the color change and the taste also change يبقى اللي حصل ان هو كان لونه white بقى لونه بلاك كان sugary taste بقى bitter taste او بقى طعمه مش حلو يبقى ايه اللي حصل حصل chemical change chemical change is change in the shape and the structure of matter producing new substance with new properties اديني example burning of any substance يعني قال burning of wood burning of paper burning of sugar كل ده chemical change اول ما اشوف كلمه burning يبقى على طول chemical change rusting of iron الايرن اصلا metal زي ما خدنا في الدرس اللي فات ماشي وبعدين shiny luster لما اسيبه in the presence of air and water vapor او oxygen and water بيحصل له عمليه راستنج ايه راستنج دي قال لي ا براون لاير از فورمد بريتل براون لاير اللون اللاير الطبقه دي لونها براون الطبقه دي عمليه راست او طبقه راست الراست ده جاي منين عشان حصل رياكشن ما بين الاكسجين والووتر مع الايون وتكون راست حلو قوي أقدر أرجعه تاني؟ لا خلاص صعب صعب جداً غير بأن أنا هشيل الطبقة دي أصلاً ده إيه ده؟ ده chemical change change in the shape and the structure producing new substance with new properties production of yogurt from milk is a chemical change adding yeast to dough أنا حامل pizza هعمل إيه؟ هجيب الفلاور دي وحط عليها yeast yeast اللي هي الخميرة بدل ما كانت صغيرة كده العجينة بعد شوية هتخمر وتبقى كبيرة جدا عشان طلعت كاربون دايكسايد ايه اللي حصل ده؟ ده كيميكال تشينج adding sodium bicarbonate to vinegar والاكسبيرمنت دي جميلة جدا ممكن تعملها في البيت هتجيب small bottle تحط فيها شوية vinegar خل وهتجيب البالونة بتاعتك وهي لسه ما تنفختش تحط لها شوية بيكنج باودر عادي جدا اللي انا بستخدمه وهغطيها على الازازة بالمنظر ده واروح موقعة البيكنج باودر هيطلع كربون دايكسايد جاز كربون دايكسايد ده هينفخ البالونة ده كيميكال تشينج يبقى انا اخدت ايه هو الفيزيكال تشينج وايه هو الكيميكال تشينج كيميكال ايه الاكزامبلز بتاعة الفيزيكال تشينج وايه الاكزامبلز بتاعة الكيميكال تشينج اذاكر الليسون ده كويس لانه سهل